احنا سعداء انت موجود معانا. شكرا شكرا. وعارف ان انت مقل جدا بالنسبه للاعلام. يمكن بعض الناس بتقول لي الكابتن ما زعلش من الكلمه دي، بس انا عشان برضه اقول للناس شخصيه الكابتن ابراهيم ايه. يقول لك ان الكابتن ابراهيم قليط ما بيتكلمش معانا، مغرور في نفسه. انا قلت لهم ان ده شخصيه متزنه، شخصيه هاديه جدا، ما بيحبش الاعلام. فانت هتقول ايه للناس اللي هي بتقول الكلام ده؟ اللي بيشتغل معايا او قريب مني هيعرف ان الكلام ده كله ملوش يعني مش صحيح. انا بحب اتعامل مع الناس في هدوء بلا بان انا مش عايز دعايه. انا جاي البرنامج ده عشان خاطر حضرتك طبعا، ربنا يخليك. خاصة انت في بيتك قناه النادي الاهلي طبعا، لكن انا ما بحبش اطلع في الاعلام. ليه؟ يعني مثلا لو جه حد يعمل معايا برنامج هبعت المساعد بتاعي او ياخد حقه في الشهره والناس تعرفه. انت عاوز تدي كل واحد حقه. يعني مش محتاج ان انا اعمل ده واسحب الاعلام ليا انا بس، ويبقى في ناس ثانيه في التيم بتاعي بيساعدوني وبيعملوا مجهود كويس قوي، من حقهم انهم يطلعوا الناس تتعرف عليهم وتشوفهم. يعني انت عاوز تبرز الناس اللي معاك اللي حققت الانجاز. طب ما انت صاحب الانجاز كمان. ما انا بقى بتبقى الشاشه عليا او الكاميرا عليا وانا بلعب الماتش، لكن في ناس ثانيه محدش شايفها اللي وراء الستار. بقى الموجودين. طيب يمكن انا واحنا واقفين بنتكلم وبنتكلم احنا كلنا كاجيال، مثلا هنتكلم على كره القدم اللي هي اللعبه الشعبيه في طبعًا. العالم كله كلنا لعبنا كره شراب في الشارع. انت ما لعبتش كره اي كره خالص؟ لعبت كرة قدم بس فاشل يعني. لا طريقة لا يعني الموقف يعني لعبت كرة. طبعا لعبت كرة الشراب. لازم لازم لازم. بس كان ليك فرقة؟ كان يعني الجيران بتوعي في الشارع بنلعب. بس انا طبعا هم احسن مني بكتير. انت ساكن في الهرم. في الهرم. كان ليك فرقه وفي اسامي ليها وبتعب تروح تلعبوا في الاحياء وبتاع؟ لا 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 خالص. احنا على مستوى الشارع بتاعنا بس، اصحابك كده هنا في يعني نفسنا يعني قدام البيت. لكن برضه في طايره فيه. يعني برضه في الشارع في طايره. في طايره؟ طبعا. طب كره الطايره تبقى محتاجه زي صاله او محتاجه مكان مقفول عشان يتلعب فيه؟ طب كانت في ظروف كده ظريفه. ممر ما بين عمارتين ففي سور. حديد، فهو ده الشبكه بتاعتها. عملتوا الشبكه. هو دي الشبكه على طول. عشان كده حبيت مثلا كره الطايره؟ هي من اول انا حبيبها. حبيبها؟ يعني انت قررت عشان تمارس رياضه مش هلعب غير كره من الاول. من الاول. يعني هي انا حبيتها لان ما فيش اختلاط وما فيش عنف في اللعب. حضرتك عارف طبعا كره القدم والمشاكل بتاعتها في الضرب وكره القدم وكره اليد والطبول وبتاع والشغلانه. انا مش ناقص الحاجات دي، ما بحبهاش.